اتفقت الفنانة ماجدة الرومي مع الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي على تأليف كوبلي جديد لأغنية أحلف بسماها وبترابها اللي غناها الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، وذلك حتى تغنيها في حفلها القادم بمصر والمقرر إقامته بعد حوالي شهر ونصف. كانت ماجدة قد قدمت مؤخرا حفلا غنائيا في حب مصر بمكتبة الأسكندرية بعد غياب طويل عن الغناء في مصر امتد لأكثر من 14 عام. شو يا حبيبي شو let me.